السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. إذا نبدأ إحنا يا جماعة، بعد إذنكم في عندنا إكزامبل 6-1. قبل ما ننتقل على الـ turbulent flow نحل هذا المثال، هو على اللامينار فلو. يعني اللامينار فلو بسيط طبعا، زي ما حكيت لكم ما في كثير تعقيدات، وبالتالي عادة البروبلمز اللي بتكون لامينار بكون حلها بسيط. والسبب قلنا انه الفورميلا اللي بنحسب عن طريقها الفريكشن هي فورميلا بسيطة، وبالتالي ما في لا بنحتاج charts ولا بنحتاج trial and error procedure. وخلينا نشوف هذا المثال قبل ما ننتقل للتيربلنت فلو، الا هو بورجينا كيف نحل البروبلمز الفريكشن. يعني مش بالضروره احنا دائما طول نطلب الفريكشن، بس خلينا نحكي نحل البروبلمز اللي فيها فريكشن يوزنج تيربلنت لامينار فلو. طيب اذا في عندنا هنا اكزامبل 6-1 نقراه بالكتاب. طبعا اكزامبل 6-1 اويل اتاريت اوف 50 جالون بير مينيت، جالون بير 50 جالون بير مينيت از فلوينج ستيدلي فروم تانك اي to tank B. يعني في عندنا two tanks، هاي هم هون الرسمة، هاي tank A هون على اليسار وعلى اليمين tank B. إذا بدنا ننقل طبعا هنا بقصد بالأويل اللي هو الكرود أويل اللي هو النفط الخام، تمام؟ بدنا ننقله at a rate of 50 gallon per minute، يعني هاي الفلو ريت 50 gallon per minute from tank A to tank B through a 3000 feet of 3 inch schedule 40 bar. طيب اذا المسافه اللي بدنا ننقله فيها 3000 قدم، يعني حوالي 1000 متر تقريبا، 1 كيلومتر. ومعطينا انه راح ننقله ب 3 inch schedule 40 bar. هلا السكيدجول 40 bar هذا ممكن احنا نحكي عنه اكثر ليتر، بس السكيدجول 40 هو الستاندرد باي المعروف. هل في عندنا طبعا احنا سكيدجول 8 سكيدجول 120، هذا بيعتمد على البريشر انسايد ذا بايب. يعني كل ما البريشر انسايد ذا بايب كان اعلى، كل ما كان رقم سكيدجول اعلى. بس الستاندرد اللي مستخدم عاده اللي هو سكيدجول 40، يعني معظم التطبيقات اللي هي السكيدجول 40 بايب. تمام. المعلومه اللي بتهمنا طبعا انه القطر هون 3 انش، 3 انش. طبعا هذا القطر بنسميه النومينال دايمتر، نومينال دايمتر. هلا في عندنا احنا ابندكس 2، ابندكس A2 بالكتاب بورجينا انه ال 3 انش سكيدجول 45 القطر الداخلي تبعه 3.068 انش. اذا احنا لما نستخدم القطر لحساب الاريا ما راح ناخذ 3 انش، راح ناخذ الاكتوال دايمنشن، لانه بتعرفوا اي بايب له ثيكنس، له ايش؟ ثيكنس. وبالتالي في له اكسترنال دايمتر وانترنال دايمتر. اللي بهمنا احنا بالنسبه للفلو اللي هو الانترنال دايمتر، تمام؟ بتيبل A2 اللي هو بالابندكس تبع الكتاب بورجينا انه فور 40 سكيدجول 45 ال 3 انش نومينال دايمتر، معناه انه الاكتوال دايمتر 3.068. هل هاي بتفرق؟ يعني حسب، طبعا ممكن تكون مهمه نستخدم 3.068 بدل ما نستخدم 3، حسب الابلكيشن اللي عندنا، حسب الفلوريت وامور ثانيه. اذا صار عندنا الان الفلوريت المطلوب اللي بدنا نستخدمه، معروف قديش طول البايب فروم A تو B، هذا البايب اللي شايفينه فروم A تو B، تمام؟ وبعدين معطينا الدايمتر، هاي المعلومات اللي معطينا اياها. The oil has a density of 62.3 pound mass per feet cube. إذا هاي density للكرود أويل معطينا إياها طبعا بالإنجليش يونتس، ومعطينا الفسكوستي 50 سنتا بويز، سنتا بويز 50 سنتا بويز. دكتور يس، صوتك بيقطع كثير. صوت بيقطع؟ طيب أنا شوي أشوف، بس يمكن أنا فاتح تو ماني ويندوز. خليكم شوي.
طيب هلا كيف الصوت؟ أحسن؟ أحسن. طيب إذا صار تقطيع بالصوت رجع نبهوني، يعني أنا شابك على راوتر خاص للمحاضرة، بس بعرفش يمكن كنت فاتح تو من أبليكيشنز عشان هيك. طيب إذا في عندنا هون معطينا 50 سنتيبويز اللي هي قلنا الفيسكوسيتي، إلا الفيسكوسيتي هون وحدات السنتيبويز، طبعا السنتيبويز واحدة من الوحدات اللي هي البويز بنسميها. هلا المية 1 سنتيبويز عادة بتكون 1 سنتيبويز، فهذا 50 مرة الفيسكوسيتي اللي أعلى من المية. الدنسيتي يعني هي قريب شوي على الواتر. The levels of the three surfaces are the same in both tanks. ماشي. إذا هون طبعا الرسم شوي مبين deflected، بس لاحظوا إنه معطينا إنه مستوى الفلويد بالتنكين the same. إذا هذا الفلويد هون مستواه هون، وبالتنك الثاني مستوى هون، فهما basically on the same at the same عفوا level at the same level. طيب. أوكي نشوف إيش السؤال طالب. So the levels of the three surfaces are the same in both tanks. The tank B is vented to the atmosphere. إذن هذا لاحظوا هنا vented to the atmosphere. هاي المعلومة بإيش بتفيدنا؟ بتفيدنا مباشرة إنه the pressure قديش بكون؟ One atmosphere absolute أو بالجيج كم بكون؟ Zero gauge. تمام؟ Zero gauge. إذن هاي التانك بي is vented to the atmosphere. طبعاً A ما بنفع يكون vented للأتموسفير، هو بده البرشر عند A، فA جاي عبارة عن تانك مغلق. تمام. وهي طبعاً البايب الواصل بيناتهم. تمام. إذا لاحظوا هنا راح نحط بريشر، إحنا نطبق بريشر مقداره P على الأويل بالتانك A، ونتيجة البريشر هذا راح يتحرك الأويل from tank A to tank B. هلا ممكن إحنا نسأل ما دام إنه على نفس الليفل، ما دام إنهم على نفس الليفل وما فيش عندنا بام ما فيش إشي، طيب ليش بدي أحط الورك؟ يعني ليش عفوا البريشر تبع الغاز ليش ضروري؟ ما هم على نفس الليفل، يعني الاصل انه ما دام على نفس الليفل انه يصير جريان باي جرافيتي. تمام. فليش لازم احط ضغط هون؟ او الضغط هون مشان شو؟ مشان يتغلب لي على ايش؟ ما دام ما في elevation difference. طبعا السرعه بالمناسبه اخذنا هاي النقطه واحد هون زي ما هو حاكي، النقطه اثنين هون زي ما هو حاكي ومقترح علينا. طبعا قديش الفرق بالسرعة بكون؟ أيوة قديش V1 و V2 بكونوا يا جماعة؟ سامعين انتوا ولا مش سامعين لي بالمناسبة؟ سامعينك دكتور. طيب ماشي ممتاز، ما دام سامعيني انا قاعد بقول بسال الفي 1 والفي 2 حسب الرسم اللي شايفينها، هل بقدر اعتبر في 1 يساوي في 2؟ وليش؟ دكتور هم موصلين بانبوب، فممكن انه نفس يعني الماده بضغط، لو كانت اكثر بواحد ومعرضات للضغط طبعا بكون اثنين مفتوحين يعني، فبضل السائل ينتقل من واحد لاخر حتى يتساوي ممكن. طيب هسه هن متساويات احمد، الان هن متساويات، بس انا سؤالي شيء ثاني، انا بسال انه الان لما بناخذ البرنولي ايكويشن بين النقطه واحد والنقطه اثنين، تمام؟ هلا سيم اليفيشن معناته الدلتا زي بروح الترم هذا، والترم تبع الورك بروح لانه ما في عندنا بمب بتحرك لنا اياه من مكان لمكان، يعني هون بالانبوب هذا اللي طوله 1 كيلومتر ما في بمب بتحرك. وهو حاط ضغط هون زي ما احنا شايفين ضغط هون مشان ينقل لنا الفلويد from A to B، مشان ايش؟ ينقل لنا الفلويد from A to B. طيب اذا بمب ما فيش، اذا الورك صفر، تمام؟ الاليفيشن ديفرنس صفر، تمام يا جماعه؟ الاليفيشن ديفرنس الزيرو،
ظل عندنا الحد تبع السرعة اللي هي احنا طبعا لما ناخذ البرنولي اكويجن هاي في 1 سكوير وهاي في 2 سكوير. الان سؤالي، هل في 1 سكوير او في 2 سكوير متساويات او بقدر احملهم؟ يعني الدلتا في سكوير بقدر احملها اللي بالبرنولي اكويجن ولا لا؟ وليش لا؟ ليش يا ليلى؟ عشان احنا كنا على اساس انه الديامتر تبعها كتير كبير للتانك، بس طيب. هون الدياميتر للتنتين متساوي تقريبا، مش متساوي يعني في فرق بيناتهم. شوف هلا احكي لك شغلي يا ليلى، احنا وين ماخذين نقطة واحد على سطح السائل هذا ب A، والنقطة اثنين على السطح السائل هذا ب B. هذول الاثنين تنكين ومساحتهم كبيرة، تمام؟ ماشي؟ فبالتالي بقدر ألغيه. يعني بقدر اعتبر انه v1 سكوير يساوي v2 سكوير، وبالتالي الدلتا v1 سكوير ماينس v2 سكوير يساوي صفر. طب خلينا ناخذ الان، بلاش ناخذ النقطه هون، خلينا ناخذ النقطه هون على الانترنس. هاي ناخذها واحد ماشي، وهاي اثنين، تمام؟ اذا بدكم تاخذوها، يعني احنا مش اجباري كل مره ناخذها على سطح الفلويد على الفري سيرفيس، تمام؟ طيب هلا هون ال v1 نفس ال V2 ولا بختلفوا عن بعض؟ دكتور كمان نفس الاشي هون. نفس الاشي آه. وبالتالي على كل الأحوال الدلتا V سكوير over 2G هذا الترم بده يساوي صفر وين ما أخذنا النقاط، تمام؟ هلا مرة ثانية، إحنا ليش أخذنا على السطح ما أخذناهوش عند الانترنس هون؟ حد ممكن يعطيني إجابة ليش؟ إذن ليش أخذنا النقطة واحد مرة ثانية هون على سطح السائل اللي هو الفري سيرفيس اوف ذا فلويد؟ يعني نبلش نسأل راندوملي ولا تجاوبوا؟ حازم وينك يا حازم؟ حازم النعيمي، جمانة عبد الله، ليث المصطفى، تمام. معناته انتوا بتفتحوا الزوم ومش موجودين معنا، تمام؟ تفتحوا الزوم وبتروحوا ابصر وين بتروحوا. انا قاعد بشرح لاثنين ثلاث. روز ارسلان وين؟ خلينا نبلش نسجل اسماء عشان نشوف مين معنا ومين مش معنا. ايش هيك يا جماعه؟ خلينا نبلش نسجل أسماء. عشان نعمل كويز على المشاركة. لين وين لين؟ نعم دكتور. أيوة يا لين تفضلي. سمعتي سؤالي؟ ليث وينك يا ليث؟ ليث المصطفى. نعم دكتور. نعم الله عليك. أيوة يا ليث احكي لنا، سمعت سؤالي؟ والله لو تعيده أعيده؟ ما مش كاين معنا. كاين معنا. كاين معي، ليش ما سمعتش السؤال لعد ما أنا عدته مرتين؟ عدي وين عدي؟ نعم دكتور. أيوة يا عدي سمعت سؤالي؟ أنا هسا دخلت على المحاضرة دكتور، يوم إلي نص دقيقة داخل. طيب ماشي يا عدي. رزان العوامري. يس أماك. أيوة يا رزان. متساويين. إيش هم المتساويين؟ أنت سألت على الفي، عن الايش؟ الفي؟ خلاص ماشي، بس انا بدي اسال شو سالت انا مشان اعرف مين اللي كان معي ومين اللي ما كانش معي فقط، يعني انا مش بحاول اطلب منكم اجابات. وين رغد خلايله؟
نعم دكتور. أهلين أهلين رغد. أيوة أيوة يا رغد، شو سؤالك كان؟ إذا الـ V متساويات أو لا؟ طب هم متساويات؟ طب هذا السؤال قبل الأخير، السؤال الأخير اللي سألته مش إنه الـ V متساويات، أنا سألت إنه ليش كل مرة بنأخذ النقاط على النقاط. أيوة أيوة بالضبط، النقطة واحد والنقطة اثنين ليش كل مرة بنأخذها على السطح؟ يعني إيش معنى السطح؟ لو إيش السطح بالذات؟ يعني إحنا ليش ما أخذناها مثلا؟ هي هاي واحد واثنين هون، طب عند واحد واثنين هون ما هي نفس الدايمتر ونفس السرعة، ليش ما أخذنا الفيلوسيتي هون وهون مثلا؟ إيش معنى يعني أخذنا؟ ترى هذا أهم شيء بحل السؤال المناسب، البقية هذا كلياته عبارة عن تطبيق مباشر، يعني هذا فهمنا وين أخذ النقاط واحد واثنين وكيف أطبق البرنولي إكويجن صح، وإيش التيرمز اللي أختصرها، هو هذا شغلكو ماشي. البقية عبارة عن يعني نحط المعادلة ونعوض أرقام، وهذا ما بيهمنيش كثير، أنا بيهمني نكون فاهمين السؤال. أتفضل يا رغد، كنت بدك تحكي؟ لا ماشي. المرة الجاية يا جماعة أنا بدي أحكي لكم شغلة، أنا آخر كوزين آخر كوزين بدي أعملهم شفهيات ماشي، والكوز الشفهي كالتالي، أنا بأخذ أسماء راندوم ماشي وبأسألهم مشان أشوف متبعين معي ولا مش متبعين. أوكي، هلا اللي متبع معنا وجاوب صلى الله وبارك، اللي بشغل الزوم وطالع أبصر وين راحت عليه ماشي. ففي كويزين اعلموا الناس اللي مش متبعين معنا، يعني أنا بصراحة يعني أنا تدريجيا مشيت معكم لأنه واضح إنه في استهتار مش طبيعي ماشي، في استهتار مش طبيعي. يعني إحنا عملنا يوم الخميس محاضرة، بعرفش إذا دريتوا عنها أو لا، حل أسئلة، يعني أنا تفاجأت إنه اللي بيسألوا اثنين أو ثلاثة من 41 طالب، طب البقية فاهمين المادة كويس، ما في عندهم أي مشكلة يعني، عشان هيك ما حضروش. فأنا هذا الاستهتار لها راح أحط له حد، من حق أنا كمدرس للمادة، فاعتبار المحاضرة الجاية بتكونوا مجهزين حالكو بأي لحظة أسألكو إيش هاي وأسألكو إيش أنا كنت أحكي، تمام؟ فرجع نجهزوا حالكو، راح يكون في كوزين ماشي، علامة كوزين راح تكون هذولا بدي أعملهم أنا كوزات شفوية أو شفهية، تمام؟ سمعتوا؟ وخبروا اللي مش حاضرين عشان يكونوا بالعلم بالموضوع، أو اللي بيشغلوا بطلعوا ماشي، اللي بيشغلوا وبطلعوا يكملوا النومة، تمام؟ يعني خلاص كفي حكي، نرجع على سؤالنا. طيب يا جماعة، لأنه رح يفرق مع الضغط. نعم؟ لأنه رح يفرق مع الضغط. إذن إحنا ماشي، الضغط طبعاً رح يفرق لأنه هو العامل الوحيد الآن اللي رح يفرق، بس إحنا سؤالي كان مرة ثانية هاي لكل الأسئلة اللي رح نتعامل معها، ليش بنأخذ النقطة واحد والنقطة اثنين لما نطبق البرنول إكويجن، لما بكون في عندنا two tanks، ليش بنأخذ النقطة واحد والنقطة اثنين على سطح التانك؟ والسبب بسيط جدا، إنه عادة بكون عندي على سطح التانك إما البرشر صفر أو بكون الإليفيشن صفر، يعني الديفرنس تمام، زائد الفيلوسيتي معظم الأحوال بتكون صفر. بس هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال إنه أنا ملزم دائما أخذ النقاط واحد واثنين على السطح، لو أخذت عند النقطة هاي ما في مشكلة، بس هون ما رح تزبط معي لأنه بعرفش قديش عمق، يعني العمق بين مستوى السائل زائد عفوا والنقطة اللي هي هاي هون على هي الإكزيت تبع الباد، مدام هاي المسافة مش معي بقدرش أعوضها بالدلتا زي في جي، معناته مضطر هون أخذ النقاط واحد واثنين على سطح البايب، على أساس إن سطح البايب يعني سطوح البايب متساوية، يعني حتى لو أخذنا إحنا من النهاية رح نختصر المسافة هاي اللي هي رو في جي في اتش. طيب إذا شو ظل معنا من البرنولي إكويجن الآن؟ في عندنا الدلتا بي تيرم هذا لا يساوي صفر لأنه قلنا هذا مسكر ومضغوط، يعني أنا حاولت أضبطك إياه بس الرسم ما ضبطش مع الرسم ماشي، هذا مسكر ومضغوط لأنه طالب البرشر قديش تبعه، هذا مفتوح على أتموسفير وبالتالي البرشر تبعه واضح واحد أتموسفير. إذا مشان أقدر أنقل الفلويد من
النقطة واحد للنقطة اثنين بحتاج يكون P1 أعلى من P2 ماشي. هلا ما دام ما في عندنا قلنا elevation difference وما في velocity difference أوكي، إذا وين بده يروح ال pressure difference أو ليش بحتاج ال pressure difference بين النقطة واحد والاثنين مشان أتغلب على مين؟ هل انتم حافظين البرنولي ايكويشن ولا مش حافظينها يا جماعه؟ انا بدي ارجع على البرنولي ايكويشن الاصليه، هيها شايفينها. هل الترم هذا صفرناه صح؟ ودلتا في صفرناها، هي في دلتا هون انتبهوا برا، وهذا قلنا صفر ماشي، وحكينا كل واحد ليش صفر. شو ظل عندنا؟ دلتا في على رو يساوي الماينس فريكشن تمام؟ شايفين هاي المعادلة؟ شايفينها دكتور. طيب ممتاز انكم شايفينها. إذن هاي تساوي هاي. بالمثال تبعنا بالمثال اللي بنحل فيه. تمام؟ إذن هاي اللي راح يظل عندنا دلتا بي على رو يساوي ماينص اف. الحمد لله. طب هلا انا سؤالي، يعني احنا كل ما كنا نحل بشابتر 5 مثال نقول فريكشنلس، كل مره نقول فريكشنلس، ايش معنى الان الفريكشن بطلنا فريكشنلس هسه صرنا فريكشن فل؟ يعني ليش الان الفريكشن حسبناه بينما احنا كل مره كنا نحل سؤال نهمل الفريكشن؟ في علامة مهمة جدا هون بالسؤال، لو اطلعنا عليه اطلعوا لي على الرسمة مرة ثانية، هاي الرسمة ماشي، في اشي بورجينا مباشرة انه الفريكشن ما بقدر اهمله، انه في انبوب طويل ايوه راح يمر الماء خلاله. ممتاز، احسنتي يا تسنيم، شكرا لك. هلا الانبوب اللي طوله 1 كيلومتر باعتقادكم يا جماعة، الانبوب اللي طوله تقريبا هذا 1 كيلومتر، هل هذا انا بقدر اعتبر الفريكشن فيه نيجليجبل زي النزل اللي طولها 2 سم او 3 سم؟ طبعا لا دكتور، طبعا مستحيل. اذا هون الفريكشن سيجنيفيكانت مهم اساسا. انا شو ليش احتاجت البريشر هون؟ البريشر مشان ايش بحتاجه؟ مشان اقدر احرك الفلويد اجينست ذا فريكشن، فهمتوا علي؟ فالبايب حتى مش بالضرورة يوصل لواحد كيلومتر، لو كان طوله مترين بقدر المترين اعتبر الفريكشن نيجليجبل؟ اوف كورس نوت. تمام، فهي اشارة مهمة جدا انه البايب عادة اللي بكون فريكشنلس او الفريكشن فيه نيجليجبل ما بكون معطينا له طول، ما بكون معطينا له طول. ما دام معطينا طول للبايب بدي اتوقع انه البايب هذا فيه ايش؟ فريكشن. وطبعا كل ما زاد طول البايب الفريكشن بزيد، زي ما راح نشوف كل ما القطر قل، القطر قل بزيد الفريكشن. كل ما البايب صار مثلا، طبعا في عندنا موضوع مهم جدا اللي هو موضوع الرفنس اللي هي خشونه السطح الداخلي. هلا كل ما البايب كان خشن من جوا كل ما كان الفريكشن اعلى. تمام، كل ما كان في تكلسات بالانبوب هذا معناته الفريكشن بده يزيد، لاني بتوقع القطر يقل الداخلي وبنفس الوقت يصير رف، يصير خشن اكثر. تمام، ولكن هون احنا بنتعامل مع فاكت انه يا جماعه ما دام البايب له طول، وطوله مش قليل يعني 1 كيلومتر تقريبا 3000 فيت، يعني تقريبا 980 بيطلع بالضبط، خلينا نكون دقيقين، 985 متر. هذا بايب طويل وبالتالي انا ما بقدر اهمل الفريكشن فيه. تمام، اذا الان البريشر هون ديفرنس بده يروح مشان ايش؟ يتغلب على مين؟ على الفريكشن. اذا لاحظوا انا كيف بدي اربط الكومون سنس، الكومون سنس الفيزيكال مينينج للبروبلم مع المعادله تبعت برنولي اللي بتطلع عندي.
إذا البرشر اللي بده أحطه هون اللي هو بزيد عن الأتموسفيريك برشر مقدار معين، بدي أستخدمه in order to overcome the friction. طيب هلا طبعا أنتم تعرفوا دلتا بي فعليا هي P2 minus P1، ماشي؟ دلتا بي اللي هي P2 minus P1، وقلنا دلتا V سكوير اللي هي V2 سكوير minus V1 سكوير، ودلتا Z اللي هي Z2 minus Z1. تمام؟ عشان هيك هلا بتعرفوا ال P1 هون أعلى من ال B2، فال B2 minus B1 بدها تطلع نيجاتيف، وهون في نيجاتيف، فالنيجاتيف بروح مع النيجاتيف، واضح؟ مشان بس إشارة النيجاتيف هون نفهم كيف إجت، فنيجاتيف النيجاتيف بتصير بوزيتيف. طيب إذا الآن أنا مرة ثانية إيش المطلوب بالسؤال؟ نرجع على السؤال نشوف إيش المطلوب فيه. What is the gauge pressure in tank A required to produce this flow? The flow قديش؟ 50 gallon per minute. تمام؟ إذن هاي المعادلة اللي عندي الآن دلتا بي على رو تساوي minus F. لاحظوا المجهول الآن دلتا بي اللي هي فعليا مش دلتا بي كلها، المجهول عندي P1، ماشي؟ P2 احنا بنعرف انها بالجيج تساوي صفر، ماشي؟ بالابسوليوت تساوي واحد اتموسفير. تمام؟ إذا لاحظوا هون احنا ايش بدنا؟ بدنا ال P، هاي المجهولة اللي قلنا ال P1، هاي ال P1، ماشي؟ هاي ال P1 مجهولة، هي وحاط لكم عليها علامة استفهام، ماشي؟ بس في عندي مشكلة هون صغيرة، إنه أنا الفريكشن كمان مجهول عندي. لاحظين؟ في عندنا معادلتين، معادلة عفوا، وفيها مجهولين، الفريكشن مجهول والبي مجهول. طيب هسا النكست كويستشن اللي بدي أسأله، ماشي، ما دام البي مجهول بدي أطلعه، إذا في لازم يكون طريقة أطلع منها مين؟ الفريكشن. تمام؟ كيف بدي أطلع الفريكشن؟ لحد الآن إحنا درسنا إنه الفريكشن بيعتمد على مين؟ بيعتمد على نوع الفلو. إذا كان الفلو لامينر في معادلة للفريكشن، إذا كان تيربولنت لا ما في معادلة، لسه إحنا ما مشينا على التيربولنت. فخلينا نشوف إنه الفلو اللي عندنا هون هو لامينر ولا تيربولنت. إذا كان لامينر بنستخدم المعادلة اللي بنعرفها، إذا كان تيربولنت بنقول لا يا عم الآن إحنا ما بنقدر نحله السؤال هذا، خلينا نأجله تا نتعلم كيف نحسب الفريكشن حالة التيربولنت فلو. تمام؟ فنروح الآن مشان نحسب نعرف إنه لامينر ولا لا، قلنا بدنا مين؟ الرينولدز نمبر. الرينولدز نمبر، والرينولدز نمبر زي ما تتذكروا هو حاصل ضرب الدنسيتي بالفيلوسيتي بالدياميتر مقسوم على الفيسكوسيتي. هلا الدنسيتي معي، الفيلوسيتي بقدر أحسبها هو معطيني الفلوريت، والدياميتر معي، والفيسكوسيتي معي، يعني هذول كلهم معطيات ما عدا الفيلوسيتي اللي هي معطينا الفلوريت. طيب ما دام معطيني الفلوريت اذا بقدر احسب منها الفيلوسيتي. السائل علاقه واضحه، كيو يساوي في في اي، وقلنا في هنا اللي هي الافريج فيلوسيتي. تمام؟ نطلع الفيلوسيتي، بس انتبهوا هون لانه كمان في شويه تحويلات مزعجه نوعا ما. هاي قلنا هون اللي بين الانش والفيت سكوير، وفي هون لان استخدمنا جالون، وحده الجالون والفيت تكعيب التحويل بيناتهم، فبتطلع عندي اللي هي 2.17 فيت per second أو 66 متر per second. هاي مين؟ الفيلوسيتي اللي طلعتها من، لاحظوا هنا استخدم الدياميتر للبايب اللي هو إيش؟ الأكتوال دياميتر، الإنسايد دياميتر اللي هو 3.068 إنش سكوير، ماشي؟ وهاي طبعاً اللي هنا الفلوريت، وهاي باي أوفر فور اللي هي جاي من مساحة الدائرة، وهذول قلنا اللي هم بيسكلي تحويلات، عشان التحويلات ستاندرد موضوع الانجليش يونتس. طيب نيجي الان الخطوه التاليه، نحسب مين؟ رينولدز نمبر. رينولدز نمبر الان الدي، هاي الدي عندنا، بس انتبهوا الدي مطلعها بالفيت عشان هيك قاسم على 12 هون، ماشي؟ ضرب السرعه، هاي السرعه الفي، هي لاحظوا بالفيت بير سكند. الدنسيتي للاويل معطينا اياه السؤال 62.3 باوند ماس بير فيت كيوب، على اللي هي عندنا هون ايش ال 50 سنتابويز، هاي قلنا اللي هي الميو، الميو ها، وهذا كونفيرجن يونت، ماشي؟ هاي كونفيرجن يونت عشان بس تعرف من وين اجت، هاي كونفيرجن يونت.
لأنه الوحدات عادة السنتر بويز والباوند ماس في بيناتهم هذا الكونفيرجن يونت. ماشي، فبطلع عندنا الرينولدز نمبر اللي هو 1028 1028 1028، يعني sometimes بقرأوه هيك 1028 أو 1028. طيب ماشي، هلا احنا قلنا بالنسبة للبايب فلو الحد اللي بنقرر عليه انه عندنا لامينار فلو قديش كان؟ حدا متذكر؟ 2100 2100 ايوه 2100. طيب 2100 اذا اي شيء اقل من 2100 ايش بكون؟ لامينار فلو. احنا عندنا قديش هون؟ 1028. اذا احنا ويل بلو الليمت تبع اللامينار فلو، اذا في عندي لامينار فلو which is excellent. اوكي، طبعا هو كاتب انه اقل من 2000 مش مشكله، 2100 ال 2100 هي الادق بس يعني ما راح تفرق كثير. طيب اذا ما دام انه لامينار، اذا بقدر استخدم احد من المعادلات اللي انا اشتقيتها بالمحاضره قبل الماضيه، تتذكروا هاي المعادله اللي كانت دلتا بي تساوي كيو في 128 اوفر باي ميو اوفر دي نوت تو ذا باور 4 دلتا اكس. ماشي تمام، اذا هاي الدلتا بي اللي هي جايه من البريشر دروب، بريشر دروب. ماشي طيب، اذا الكيو عندي هون ماشي، والدي نوت كيفن الدلتا اكس اللي هي 3000 يا جماعه، والميو اللي هي الفيسكوسيتي، هاي تعويض القيم. ماشي، فبيطلع عندنا البريشر دروب اللي هو 23.1 bound force per inch square اللي هي PSI، أو 159 كيلو باسكال، 159 كيلو باسكال. then هاي the pressure difference between the points 1 and 2. طبعا لاحظوا هذا الحد هون ترى على فكرة اللي هو يمثل the friction. تمام، تذكروا معادلة the friction اللي حطيناها، روح عليها بس quickly مشان نربط مع بعض هاي السلايدات. هيا شايفين المعادلة هاي، F يساوي Q دلتا X في ميو أوفر رو في 128 أوفر باي دي نوت تو ذا باور 4. إذا هاي الفريكشن اللي عندي اللي هي من معادلة البرنولي. تمام أوكي يا جماعة، فهمنا من وين اجت هاي. هلا هاي ايش تمثل؟ هاي تمثل الدلتا بي، بس هي فعليا هاي تمثل البي 1 بوحداتها ايش، بالابسوليوت ولا بالجيج؟ بالجيج. بالجيج، بالجيج بالضبط. هلا لو بدي اطلعها بالابسوليوت بضيف عليها ال 101 كيلو باسكال، يعني بتصير 260 تقريبا، 260 كيلو باسكال هاي بالابسوليوت، بس هو طلعها دلتا بي، وبالتالي هي فعليا تمثل الجيج بريشر، يعني ابوف الابسوليوت 159 كيلو باسكال ابوف الواحد اتموسفير اللي هي 1 ابسوليوت بريشر. تمام، اذا مشان نقدر نحرك الفلويد من تانك A الى تانك B بسرعه او بفلوريت مقداره 50 جالون بير مينت، راح نحتاج 159 كيلو باسكال بريشر ات تانك ايه هون. طبعا جيج بريشر، جيج بريشر. تمام، بدنا اياه بالابسوليوت، مره ثانيه بنضيف عليه، اذا هذا تمثل جيج بريشر بي 1 جيج تساوي 159 كيلو باسكال. طيب بي 1 ابسوليوت قديش تطلع؟ ابس او ايه بتطلع 260 مش هيك؟ 159 زائد 101 260 كيلو باسكال. ماشي يا حضرات، واضح. هلا طبعا احنا في عندنا بالكتاب بالمناسبه بالنسبه للجيج 40 بايبس في عندنا جداول، ماشي راح نحكي عنها هاي ليتر احنا ان شاء الله. ممكن احنا نقرا القيمه مباشره ما دام عندنا الفلوريت موجود والبايب دايميتر،
اي ابندكس اي 2 ممكن تطلعوا عليه سهل يعني ما فيه شيء الا كل فلوريت بيعطينا ديفرنت بايب دايمتر ممكن نطلع القيمه هاي مباشره شايفين دلتا بي على دلتا اكس ماشي بدون ما نستخدم الحسابات يعني قصدي بس هاي بنحكي عنها تيبل ابندكس اي 3 بنحكي عنها ان شاء الله ليتها تمام واضح المثال في سؤال طيب ماشي اذا ما في سؤال خلينا نرجع على محاضرتنا عفوا دكتور تفضل اسالي يعني هلا في هذا التشابتر كل هاي المسائل نحن خلاص مستحيل نهمل الفراكشن دائما بنحسبه يعني هو الوضع خلينا نقول هيك نكون دقيقين الوضع الطبيعي انه الفريكشن مش مهمل يا مادلين يعني احنا لما بنهمل الفريكشن بنهمله لانه مقداره بالنسبه للاذر انرجي ثيرمز بالبرنولي ايكويشن بكون عاده قليل عرفتي يعني زي النوزل هاي اللي كنا نحلها او بايب مثلا طوله خلينا نقول متر 50 سنتي عادة بكون في فريكشن موجود دائما طبعا الفريكشن ما دام السائل اللي بمر فيه او المائع له فيسكوسيتي معناته دائما بده يكون فريكشن ما دام في فيسكوسيتي في فريكشن لكن قديش مقدار الفريكشن هذا بيعتمد على كل ما كان البايب اطول زي ما قلنا كل ما كان الفريكشن اعلى كل ما كان الدياميتر للبايب اقل كل ما كان الفريكشن اعلى كل ما كان الدياميتر الانسايد سيرفيس للبايب خشن اكثر رف اكثر كلياتها هي بتدخل بحساب الفريكشن فالوضع الطبيعي انه ما نهمل الفريكشن الوضع الطبيعي انه ما نهمل الفريكشن الا اذا كان مقداره ضئيل بالنسبه للاذر تيرمز اللي هم الفيلوسيتي هيد قلنا والانرجي هيد الفيلوسيتي هيد عفوا والجرافيتي هيد والبريشر هيد زائد طبعا التيرم تبع الورك اذا كان في عندنا ورك فيس الاكتوال خلينا نقول او الريال لايف ما في عندنا negligible friction negligible friction certain special cases وكل friction negligible لأنه تأثيره بالنسبة للأذر parameters منخفض جدا تمام فاعتبارا من الآن إحنا راح نصير كل مرة نحسب الفريكشن وإذا كان مقداره قليل ممكن نهمله إحنا باختيارنا يعني